السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، مرحبا بكم في فيديو جديد في درس جديد. اليوم غادي ننتقلوا عند واحد المستوى كنا في واحد المستوى ديال الإعدادي، ديجا درنا واحد الدرس ديال الإبتدائي، واليوم غادي نسالي ماشي غادي نسالي وإنما غادي يلاه غادي نبداو تاني في الدروس ديال السنة السادسة الإبتدائي. هذا الدرس دابا راه كيديروه من الرابع إبتدائي، خامس إبتدائي، ثم سادس إبتدائي. إذا هذا هو لابد بطبيعة الحال، هو لابد كل اللي بغى تعلم اللغة الفرنسية ممكن يتفرج في هذا الفيديو هذا. بالنسبة للسادس الابتدائي سواء متمدرسين ولا أحرى الدرس ضروري جدا. بالنسبة دائما كنرحب بكم اللي جديد ما ينساش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش أنه يوصلوا أي جديد، سواء القدماء ولا يعني سواء القدماء ولا يعني الجدد. بالنسبة ل حنا اللي عنده أي درس بغا يتشرح يكتبوا ليا في يعني في التعليق راه كنشوفهم. وبالنسبة ل إن شاء الله بحول الله النمرة ديالي غنعطيها لكم غير تفرجوا فيها من بلاي فيديو إن شاء الله غادي تستافدوا أكثر. إذا ما تنساوش راه هذا الدرس هذا كيبقى واحد النسبة في الامتحان. إذا ما تنساوش الاشتراك في القناة ولا تنسوا من صالح الدعاء ديالكم طيب إن شاء الله بحول الله. إذن le titre de leçon si le groupe nominal de sujet le groupe nominal sujet اش هو le groupe nominal sujet هو غادي نشوفوا شنو هو مع المدة ياك مزيان. دابا عندنا لا فراز سي لي فراز لي فراز هي الجملة لي هي الجمل. حنا كنشرحو باللغه العربيه وبالفرنسيه باش انهم نسهلو عليكم هذوك اللي ما عندهمش لا باز راه يمكن يفهموا، هذوك اللي ما قراو ما عندهم لا باز ولا لا يمكن لهم يفهموا عندنا. وشوف ما تنساوش تضغط على زر الاشتراك يعني وتضغط على الجرس باش اش باش انه اي درس درناه يوصلكم. حنا كنشرحو بهذه الطريقه هذه. دابا غادي نمشيو لي فخاز. لي فخاز هما الجمل يعني نقراو اولا احمد فا اليكول. احمد فا اليكول يعني اشنو هو احمد فا اليكول؟ هو احمد ذهب الى المدرسه، ذهب احمد الى المدرسه صافي، ذهب احمد الى المدرسه. في البدايه بالنسبه للسؤال اللي كيعطيونا في الامتحان ولا في الفورد هو سوليني لو غروب نومينال سوجي. سوليني لو غروب نومينال سوجي هو سطر على لو غروب نومينال سوجي دون لي فراز سوفونت، بيان دون لي فراز سوفونت يعني سطر لي لو غروب نومينال سوجي في الجمل ياك مزيان او في الجمله التاليه. يعني اولا كان في الابخاز الى بغينا لو غروب نومينال سوجي اولا كنمشيو لو فيرب، كنبحثو على لو فيرب. على اشنو هو الفيرب؟ فيرب هو الفعل. كل تعرفوا الفعل لو فيرب هو الفعل. مزيان احمد فوا الكول، هذه الجمله هذه خصنا نخرجوا يعني نخرجوا فيها لو فيرب. اذا كلكم ولا البعض منكم ما عارفش شنو هو لو فيرب، يعني اللي ما عارفش شنو هو لو فيرب يعني يميز بين لو فيرب او بيان نو يعني الاسم بين الافعال والاسماء يمكن ليا يكتبهم في التعليق باش نشوف الاحصاء باش ندير واحد الفيديو خاص بهذا لو فيرب اي نو صافي. يلا عندكم دابا التعليق حاولوا انكم تخدموا. وبالنسبه لكم واحد القضيه راه دابا راه وصل الوقت باش انكم ترجعوا سواء الاحرار ولا المتمدرسين. الله يجزيكم بخير، راجعوا راه الامتحان ما بقى لي والو، هذه راجعوا. تقول لي حتى لا تسجل لا بدا يا خويا من دابا ومن بعدش. اذا احمد فا اليكول دابا لو فيرب هو اللي كيتصرف، هو اللي كيتصرف فين هو احمد؟ راه عرفنا هو اسم نو اليكول هي المدرسه. اذا شكون هو لو فيرب؟ هو هذا لو فيرب، هذا هو فيرب. تري بيان سي لو فيرب لو غروب نومينال سوجي كان لي قبل يعني قبل لو فيرب. قبل لو فيرب شنو هو؟ قبل الله ماشي بعد، قبل لو فيرب. قبل لو فيرب يعني فين هو؟ قبل هو هذا افون، هذا كنسميوه كنقولو افون افون لو فيرب هذا قبل افون هو قبل افون هو قبل. نكتبو ليكم هنا افون هو قبل
قبلها صافي قبل الفيرب افون لو فيرب يعني قبل الفيرب تري بيان اذا لو كومبليمون سوجي هو هذا هو احمد صحيح هذا هو لو كومبليمون سوجي ولكن الا جينا حنا انا نكتبوا لو غروب نومينال سوجي يعني غتشد لينا هذه البلاصه كامله يعني من بعد حنا غادي نختصروا فهمو كيختصروا دار لنا واحد الطريقه باش نختصروا هذا لو كومبليمون سوجي كيفاش اختاروا لينا هذو كل كلمه هنا كل كلمه خذوا منها واحد الحرف اللي هو واحد الحرف الاولاني هذا مثلا الجي ناخذوا هذا في الجي وهذا اي وهذا سوجي نتمنى انكم تفهموا اس غرو نومينال سوجي نكتبوه هنا غرو نقطه بوان ان نومينال سوجي نتمنى انكم تفهموا لو غرو هو هذا الحرف اللي بدا لو غرو ان هو نومينال سوجي هو اي اس هنا يعني سوجي وهذا يعني درناه مينيسكيل حنا معروضهم انهم يكونوا ماجسكيل يعني مينيسكيل هو يعني الحروف الصغيره مينيسكيل هي الحروف الصغيره مينيسكيل هي الحروف الصغيره الحروف الصغيره يعني ثم انا ماجسكيل هاد الشيء كلشي قلت لكم هاد الشيء كلشي غادي نديرو في التعلم ان شاء الله القدام غادي نديرو واحد السلسله ديال التعلم اللغه الفرنسيه هاد الشيء كلشي غادي نديرو يعني الحروف الكبيره نتمنى انه تفهموا يعني دابا هاد الحروف الصغيره كتبنا هادو جي ان اس ولكن حنا خصنا نعوضهم بحروف كبيره هو جي غون جي يعني باش تكون حروف كبيره بوان ان هكا بوان اس très bien صافي مزيان نتمنى انه يبان لكم هادشي مزيان كتبوا اس واحد صحيحه ها يعني لو غروب نومينال سوجي يعني انا كننزلو لهنا كنديرو لو غروب نومينال سوجي صافي الا كتبتي هاد سطرتي عليه وكتبتي جي ان اس راه الاستاذ ولا اللي كتبو اللي فين ما شفتو هذا جي بوان ان بوان اس عرفوا انه لو غروب نومينال سوجي مزيان دابا نتمنى انكم فهمتوا بعدا واش فهمتوا الدرس قولوا لينا في التعليق الا ما فهمتوش عاود راه ماشي مشكله ماشي مشكل دابا غادي نمشيو لهنا امينه لا دوزيام فراز يعني الجمله الثانيه امينه مونج ان غاتو مينا تاكل اكلات مينا الحلوى تاكل مينا الحلوى كتاكل الحلوى مزيان اذا فينا هو لو فيرب امينه عرفناه هو اسم امينه سينو ان غاتو حتى هو اسم اسم واحد الحاجه امينه هو اسم ديال الشخص نون بيرسون او ان غاتو اسم ديال واحد الاوبجي اللي هي بحال الحلوه تري يعني فينا هو الفيرب هو مانجي تري بيان هو هذا يعني في فيرب تري بيان اذا اش قلنا اذا لو غروب نومينال سوجي كيكون دائما قبل لو فيرب ها هو قبل اذا هكا يعني افون لو فيرب افون هو قبل ها هو افونسي قبل يعني لو فيرب اذا لو غروب نومينال سوجي هو هذا دائما باش انا ما نكتبوش هذا خدينا انه جي بوان ان بوان جي كبيره هي هذه نقطه بوان يعني نقطه ان كبيره يعني ماجيسكيل اس كبيره ها هي غروب نومينال سوجي تري بيان دابا فهمتوا ياك دابا مامون لا ترويزيام فراز نمشيو لا ترويزيام فراز مامون بريبار لو كوسكوس مامون بريبار لو كوسكوس يعني اش عرفنا مامون انها هي واحد الاسم الاسم ديال بيرسون هي ماما يا مامون ما تري بيان انا كنقولوها تري بيان مامون بريبار لو كوسكوس يعني تعد الكسكسو يعني كتطيب الكسكسو نهضروا هنا على اش على اش من يوم كنهضروا على يوم الجمعه فوندرودي ياك كنهضروا على الفوندرودي كنهضروا على الفوندرودي مثلا ممكن تزيدوا هنا لو فوندرودي مامون بريبار لو كوسكوس هذا الشيء في اطار النشاط النشيط تري بيان دابا ندوزو للمعقول مامون بريبار لو كوسكوس هنا قال لكم دي تعود للام الكوسكوس كسكسو ياك مزيان دابا عرفنا ماما هو اسم ياك هو الاسم والكسكس عرفنا انه هو الاسم ديال الكسكسو عرفنا كلشي عارفو هذا دائما كنفرو هذا عزيز عليا
عزيز عزيز عندي مش عزيز عليا ها واخا ما كنعرفش بزاف العربيه غير شويه 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 اه تخيل ماما بريبار لو كوسكوس كان كيخلط ليا عندي عليا عزيز عليا عزيز عليا واحد الشخص ولكن عزيز عندي بكسكسو ابي هادشي كنتعلمو في اطار تعلم ماده اللغه العربيه احتراما لجميع ما يتعلم اللغه العربيه وما يعلمها ماما عرفنا انها اسم بريبار هو يعني عرفنا سكسو هو اسم الكسكسو الكسكس ماما حتى هي اسم يعني بريبار هو لو فيرب بريبار هو لو فيرب تري بيان لو فيرب كومبيان فيرب بحال بحال لو فيرب كومبيان فيرب مزيان يعني اش قلنا دائما لو كومبليمون سوجي افون يعني كنرجعو لهنا افون قبل افون افون يعني لو كومبليمون سوجي ها هو مومون كوب نومينا سوجي يعني لو كومبليمون سوجي كيكون اسم او بيان برونون اسم تري بيان دابا هنا استنتج انه كيكون اسم نوم تري بيان غادي ندوزو لا كاتريام فراز ياك كاتريام فراز تري بيان لا كلاس اي بروبر لا كلاس ماشي تهرب ماشي تهرب زوين لا كلاس دابا الى درتي شي حد هكا عاط راه قال لك تهرب واخا الى مبغاش الى انت والصديق ديالك ولا شي حاجه مع الصديق ديالك ولا شي حاجه كتجلسوا ولا هكا كيقول لك كي جاك هاد كي جاك مثلا الصديق ديالك اللي جلس معاكم وكتقول ليه عاد بانه راه قال لك الى شتي غتهرب يعني ماشي زوين ولكن الا قال لك عرف انه زوين هادشي في اطار التنشيط ما تنساو الاشتراك في القناه ديالكم كل جديد هادشي علاش كنديروا الدرس على في اطار التنشيط باش انكم تفهموا باش نخرجوا شويه وتنه الله كلاس اي بوب دابا ما نقولش هكا قول غير هكا اه اي بوب تري بيان سي كو لو فيرب بروبر يعني زوين بروبر يعني زوين لا كلاس راه عرفتو لا كلاس هو القسم صافي تري بيان اي هو لو فيرب اتر اي هو لو فيرب اتر يعني هذا هو لو فيرب هادشي غنديرو ان شاء الله في لي فيديو هادشي بلا كونجيكيزون مثل السادس احرى بارك سادس ابتدائي رسمي سواء انا عربي ولا رسمي هذا فيرب اتر لو فيرب اتر اذا دائما قلنا في اطار لو غروب نومينال سوجي هو كيكون قبل لو فيرب يعني افون لو فيرب افون دائما افون قلنا لكم انه هو قبل اذا لو غروب نومينال سوجي هو هذا لا كلاس جي نومينال سوجي لو غروب ها هو لو غروب نومينال سوجي صح مزيان غادي ندوزو المسح هذا يعني بالمجسكيل الى اخره غادي نمسحو غادي نمسحو غادي نمسحو وغادي وغادي نديرو يعني ما يسمى بالكماله اذا هنا جو سوي مالاد مريض بيت حال الله الا مريض غير طلبوا انه دعوا معنا باش بالشفاء يلاه حيدنا شي درس ولا الى اخره هادشي لا داي انا ندخلو بهاد لابيلي انك تذكرني ماشي مشكل بالنسبه لي نستاجر بالنسبه لهاد ج هو كنسميه برون بيرسونيل برون بيرسون هادشي راه غادي نديروه في الفيديو الجاي على هكا علاش قلت لكم وحنا راه غادي نشرح بهاد الطريقه جميع الدروس سواء ديال الغرامير ديال كسيك كونجيكزون يا اخي طبيعي بوزيشن تري وهادشي ديال برون والتعليم ديال الفرنسي غادي نديرو ان شاء الله غادي نبدا فيه ربما المهم في الشهر ديسمبر غالبا ان شاء الله بحال اذا جو تو ايل او بيان ال نو فو ايل افيك اس او بيان ال افيك اس هادو هما لي برون بيرسونيل لي برون بيرسونيل هادشي غادي نشوفو ان شاء الله اذا هنا جو سوي مالاد دائما اش قلت لكم كيقول لكم انه لو فيرب كيكون الثاني كيكون الثاني المهم بعد لي برون الاسم هذا لو برون يعني هذا هو لو فيرب ايتر هذا هو لو فيرب ايتر فيرب فيرب تري بيان هذا هو لو فيرب يعني اش قلنا افون افون يعني افون هو قبل افون هو قبل اذا لو غروب نومينال سوجي هو هذا غروب نومينال هكا كنكتبو غروب غروب نومينال سوجي
Groupe nominal sujet. Point sub sujet. Très bien. D'abord, درنا هذا الشيء كنت تفهموا ان شاء الله دابا راه بان لي انكم فهمتوا في اطار هذا التنشيط وهذا الشيء وهذا وهكا يلا بصحتكم. اذا الاشكال دابا اش غادي نديروا جو روتين. شنو هو جو روتين؟ استنتجوا. جو روتين هو استنتجوا. هل يمكن الاستنتاج؟ ليك استنتجنا من هذا الشيء. اذا إذن دون لي فراز يعني في الجمل في الجمل دون لي فراز دون اون بيان دون لا فراز دون لا فراز انا ناخذ غير وحده دون لا فراز دون لا فراز فيرغول اون تروف يعني في الجمل في الجملة نجد ماذا؟ on trouve le groupe nominal sujet le غادي نديرو جي الاختصار ديالو بحال اللي قلت الاختصار nominal sujet فين كنلقاو لو غروب نومينال سوجي نجد لو غروب نومينال سوجي فين avant quoi avant le verbe avant هاد avant ضروري نبقى avant le verbe avant le verbe دائما ابدا هذا الشخص نستعد avant le verbe نشرحوا لكم بالعظم نجد ولا في الجمله نشرح لكم كيما هو هكا في الجمله قصيره نجد Le groupe nominal sujet et le groupe nominal sujet. Groupe nominal sujet. Et dis-le au palais, car il a retenu le combat à la tenue, à des nouveaux. J'adore. Le groupe nominal sujet. Et Kabla. Elle fait. Ça fait. Il y a un état de droit de danse. Danse d'y être. Il y a un droit de danse. Et plus, il y a des types de phrases à la tête. لي تيب ديال الفراز راه درتهم الله يجيكم بخير لي تيب ديال الفراز يعني انواع الجمل راه درتهم بالنسبه للساس احرى وكذلك متبادلتين صافي اذا ما تنساوش الاشتراك الى شفتوا هذا الفيديو هذا والعشق والشرح ما تنساوش البارطاج مع الاصدقاء ديالكم لان كل ما ساعدتي الاصدقاء ديالك كل ما يعني كل ما كيساعدك الله سبحانه وتعالى لان ما تنساوش الاشتراك في القناه اذا دائما في اطار تحياتي لكم